تحياتي وتقديري. الجزائر والأسلحة النووية موضوع مهم، فشاهد الفيديو من فضلك للنهاية. قبل أن أتناول هذا الموضوع، يجب أولا أن أشكر جمهور وشباب الجزائر على دعمهم للقناة ومتابعة الفيديوهات، فكل الشكر والتقدير. لماذا هذا الفيديو؟ في ديسمبر 2020 نشرت فيديو عن مفاعلات الجزائر النووية، ونتج عن ذلك عدد ضخم من التعليقات، ولكن هذه التعليقات كان في معظمها هجوم كبير على شخصي، وقد وعدت أيامها أن أرد لتوضيح بعض الأمور. في الحقيقة هذا لا يزعجني، فأنا أعلم أن الشباب الجزائري وطني وغيور على بلدي ومصالحها، وهذا شيء جميل. ولكن ما ليس جميلا هو أحيانا أسلوب النقاش والتعليقات من البعض بدون حتى أن يشاهد الفيديو كاملا، وأن يتمعن فيما يقال وفيما يتم الإشارة له صراحة، أو يترك لاستنتاج المشاهد. والمشكلة الأكبر هي مشاهدة جزء صغير من فيديو واحد وعدم متابعة باقي الفيديوهات على القناة التي تكمل بعضها البعض. ولذلك حرصت على توضيح بعض الأمور في هذا الفيديو لموقف الجزائر الرسمي من الأسلحة النووية، خاصة أننا هنا نلتزم دائما بالإطار العلمي الموثق بعيدا عن الإثارة. فأهمية هذا الفيديو أنه يوضح حقائق رسمية مقابل الفيديوهات الكثيرة التي تتكلم عن السلاح النووي السري الجزائري إلى آخره من عناوين عن الجزائر والأسلحة النووية، حتى يعلم الشباب العربي حقائق مهمة عن الإمكانيات النووية بالجزائر وفي أي إطار هذه الإمكانيات. وعلى هذا فعلينا أن نحاول أن نجيب من خلال هذا الفيديو على بعض الأسئلة. هل تمتلك الجزائر حاليا أسلحة نووية؟ وإذا كانت الإجابة لا، فهل امتلكت الجزائر أسلحة نووية من قبل؟ دعونا نتفق أولا أن المعلومات العسكرية وخاصة النووية منها هي معلومات سرية، ولا أحد يستطيع أن يدعي معرفتها. ولكن نحن العلماء لدينا مراجع نستند عليها في تحليل الأمور حتى نستطيع أن نستنتج بعض الحقائق. وانتظر معي لنهاية هذه الحلقة حتى تستطيع أنت بنفسك أن تجيب على هذه الأسئلة. أولا، ما هو موقف الجزائر الرسمي من المعاهدات والبروتوكولات النووية؟ هذا شيء مهم، وهل نستطيع منها أن نستشف موقف الجزائر الحقيقي من الأسلحة النووية بواسطتها؟ لقد تكلمت في الفيديو السابق عن إمكانيات الجزائر النووية وخاصة عن المفاعلات النووية، وعلينا أن نركز قليلا على تواريخ بداية بناء هذه المفاعلات وبداية تشغيلها. وفي هذا الفيديو سأشير إلى 4 معاهدات نووية رئيسية توضح موقف الجزائر من الأسلحة النووية. فما هي هذه المعاهدات، وما موقف الجزائر ودول الشمال الأفريقي من الوكالة الدولية للطاقة الذرية؟ نظام الوكالة الدولية للطاقة الذرية أقر في أكتوبر 56، وبعدها بعام أصبح نافذا، وبدأت الدول تنضم إلى هذه الوكالة ومقرها في فيينا. إيه الغرض من الوكالة؟ دعم التطبيقات السلمية وضمان ألا يستخدم هذا الدعم في أي تطبيقات تخدم أغراض عسكرية. أنا هنا لن أناقش مشاكل الوكالة ونظامها، فهذا موضوع سأخصص له حلقة منفردة. وكما نرى أن الجزائر انضمت إلى الوكالة الدولية عام 63 بعد المغرب وتونس وليبيا ومصر، ولكن حتى نهاية عام 63 كانت دول الشمال الأفريقي العربية منضمة لعضوية الوكالة في وقت مبكر، مبينة اتجاهها واهتمامها بالاستخدامات السلمية للطاقة الذرية. ولكن الوكالة كان لها هدف آخر، وهو عدم انتشار الأسلحة النووية، ولذلك ولدت معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وفتح للتوقيع عليها عام 68، أي بعد حوالي 10 سنوات فقط من عمل الوكالة واكتمال بنيتها الرئاسية. وقد شرحت في أكثر من فيديو بنود هذه المعاهدة، فأرجو الرجوع لها لأنها المعاهدة الأم للمعاهدات النووية، والتي تنص بمجرد التصديق عليها قبول الدول الأعضاء شروطها من عدم امتلاك أو العمل بأي شكل من الأشكال للحصول على أسلحة نووية، وقبول نظام ضمانات أو التفتيش للتحقق من ذلك. وواضح أن مصر وليبيا وتونس والمغرب وقعوا على المعاهدة مبكرا عام 68، بمعنى أنهم أقروا بمبدأ الاتفاقية ورغبتهم للانضمام لها. مهم هنا
هو التصديق بمعنى موافقة البرلمانات على المعاهدة، وسنجد أن المغرب وتونس صدقوا أولا عام 70، تلتهم ليبيا عام 75، وبعدها بسنوات مصر عام 81. أما الجزائر فقد انتظرت للتوقيع والتصديق على هذه المعاهدة حتى عام 1995. وهنا يظهر الفرق من تحفظ الجزائر حتى هذا التاريخ، أي ما قبل يناير 1995 شيء وما بعدها شيء آخر، ويعني الالتزام الكامل ببنود هذه المعاهدة. وسأذكركم بالمادة الثانية من هذه المعاهدة التي تنص على تتعهد كل دولة من الدول الغير حائزة لأسلحة نووية الأطراف بهذه المعاهدة بألا تقبل من أي ناقل كان أي نقل أسلحة نووية أو أجهزة متفجرة نووية أخرى أو سيطرة مباشرة أو غير مباشرة على أسلحة أو أجهزة كتلك، وبألا تصنع أسلحة نووية أو أجهزة متفجرة نووية أخرى، وبألا تقتنيها بأي طريق أخرى، وبألا تلتمس أو تتلقى أي مساعدة من أجل صنع أسلحة نووية أو أجهزة متفجرة نووية أخرى. ومجرد التصديق على المعاهدة فالدول ملتزمة بنصوصها. والمادة الثالثة تنص على تتعهد كل دولة من الدول الغير حائزة الأسلحة النووية الأطراف في هذه المعاهدة بأن تقبل ضمانات تحدد صياغتها في اتفاق عين التفاوض عليه وعقده مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وتكون الغاية الوحيدة من ذلك الاتفاق التحقق من وفاء الدولة بالالتزامات التي تعهدت بها بموجب هذه المعاهدة بغاية عدم تحريف استخدام الطاقة النووية عن الأغراض السلمية صوب الأسلحة النووية أو أجهزة متفجرة نووية أخرى إلى آخره من نص هذه المعاهدة. وهذا يعني أن الدول لابد أن تقبل نظام للتفتيش والمتابعة على أنشطتها النووية والمواد النووية لديها سواء كانت مواد مصدرية أو إنشطارية، وقد شرحت معنى ذلك في فيديو سابق. وكما نعلم فإن المعاهدة لها عدد من البروتوكولات المهمة التي تنظم أمر الضمانات أي تفتيش، وأهم اثنين منهم هما بروتوكول الضمانات الشاملة والتي وقعت عليه مصر وصدقت عام 83، ليبيا 1980، تونس 1990، المغرب مبكرا عام 1975، والجزائر أخيرا 97. وبذلك تكون كل الدول قد قبلت عمليات الضمانات والتفتيش من قبل الوكالة. أما البروتوكول الإضافي والذي يعطي الوكالة الدولية للطاقة الذرية حرية حركة أكثر في عمليات التفتيش، فإن مصر رفضت التوقيع وبالتالي التصديق أيضا عليه حتى الآن. ليبيا صدقت عام 2006، تونس وقعت فقط عام 2005، المغرب صدقت عام 2011، أما الجزائر فقد وقعت فقط عام 2018، أي أنها تتحفظ على طريقة تطبيق هذا البروتوكول، وده شيء مهم جدا. والمعاهدة الثانية هي معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، وهي معاهدة منوط بها متابعة عدم القيام بأي تجارب نووية ورصد هذه التجارب النووية إذا تمت، وهتعتمد على تكنولوجيا معقدة وشبكة تقنية منتشرة في جميع أنحاء العالم لرصد أي تفجير نووي سواء جوي أو أرضي أو بالمحيطات. وكما نرى أن مصر قد وقعت عام 96 ولم تصدق على المعاهدة، ليبيا صدقت عام 2004، تونس 2004، المغرب سنة 2000، أما الجزائر فقد وقعت عام 96 وصدقت 2003. موقف مصر طبعا مختلف هنا بالرغم من ضرورة تصديق مصر على المعاهدة لتدخل حيز التنفيذ، وهي دولة ضمن 44 دولة لابد من إجراء التصديق منهم محاولة لمصر للضغط حتى يستقيم الوضع بالشرق الأوسط. المعاهدة الثالثة هي أحدث المعاهدات النووية، معاهدة حظر الأسلحة النووية، والتي فتح باب التوقيع عليها عام 2017 ودخلت حيز النفاذ في يناير 2021 بعد تصديق 50 دولة عليها. وهذه المعاهدة تتكون من 20 مادة، أهم 7 مواد هي: الأولى المحظورات والإعلانات والضمانات والقضاء التام على الأسلحة النووية والتنفيذ على الصعيد الوطني ومساعدة الضحايا وإصلاح البيئة والتعاون الدولي والإقليمي طبعا. وقد صدق عليها حتى الآن 58 دولة فقط، أي أن المشوار ما زال طويلا لنصل إلى مستوى معاهدة عدم الانتشار، أي إلى أكثر من 190 دولة كأعضاء بهذه المعاهدة. وكما هو واضح من عنوان المعاهدة
تحظر الأسلحة النووية وكل ما يتعلق بها. فالمادة الأولى تحظر على الأعضاء تطوير، نقل، تلقي، استخدام الأسلحة النووية، كذلك المساعدة أو التشجيع على امتلاك وطبعا التماس أو تلقي مساعدة أو السماح بأي قواعد عسكرية نووية. والمادة الثانية تتعلق بالإبلاغ عن أي أسلحة نووية بحوزتها أو قامت بإزالتها أو تتواجد على أراضيها. ويمكنكم الرجوع إلى نصوص هذه المعاهدة المهمة في أحد الفيديوهات على القناة. وسنجد هنا أن الجزائر وليبيا قد وقعا عام 2017 ولم يصدق كلاهما على المعاهدة وباقي الدول لم توقع عليها. المعاهدة الرابعة هي معاهدة بلن دعابة لجعل أفريقيا منطقة خالية من الأسلحة النووية، وهي معاهدة ضمن خمس معاهدات أخرى لجعل مناطق محددة في العالم خالية من الأسلحة النووية، وأقدمها معاهدة أمريكا الجنوبية عام 67. وقد وقعت الجزائر عام 96 وصدقت على المعاهدة عام 98. مصر وقعت 96 ولم تصدق. ليبيا وقعت 96 وصدقت 2005. تونس انتظرت أكثر حتى عام 2009 حتى تصدق على المعاهدة. المغرب وقعت مع كل الدول عام 96 ولكنها لم تصدق إلى الآن. طبعا نحن نعلم مشكلات المغرب مع الاتحاد الأفريقي، ولكن كما أظن فإن المغرب سيصدق على المعاهدة قريبا. وهذه معاهدة مهمة جدا نظرا للمجهودات التي بذلت حتى تتم هذه المعاهدة والتي ترجع إلى الستينات، وهي يجب النظر لها على أنها مقدمة لجعل الشرق الأوسط منطقة خالية من الأسلحة النووية أيضا، ولكن للأسف بدون نجاح حتى الآن. وقد ناقشت بالتفصيل هذه المعاهدة من قبل فأرجو الرجوع للفيديوهات. والآن إذا لخصنا موقف الجزائر من المعاهدات النووية الرئيسية، سنجد أن الجزائر منذ عام 1995 صدقت على معظم المعاهدات والبروتوكولات التي تدعم التطبيقات السلمية ونزع السلاح النووي مع التحفظ على تطبيق البروتوكول الإضافي الذي وقعت عليه عام 2018. وهذا يظهر بكل وضوح موقف الجزائر الرسمي من الأسلحة النووية ودعمها للمناطق الخالية من الأسلحة النووية ونزع السلاح النووي من العالم بأكمله. وهذا لا يقلل أبدا من الإمكانيات النووية الجزائرية السلمية، فهي رائدة في أفريقيا بجانب جنوب أفريقيا ومصر وليبيا والمغرب في كافة المجالات النووية السلمية. وكما نرى فإن هذا القلق والخوف من مناقشة الإمكانيات النووية بالجزائر لا داعي له، لأن الجزائر بلد سلمي تدعم نزع السلاح النووي. إنه فخر للجزائر ولأي شخص عرض ومناقشة الإمكانيات النووية بالجزائر كأي شخص يتكلم عن إمكانيات ألمانيا واليابان والأرجنتين، وهي مثال دول نووية صناعية وبرامجها سلمية. تحياتي وتقديري.